تتواصل مع هذه التحديات الجميلة والانطلاقات المثيرة التي تنطلق في عاصمة الميادين شوطا تلو الآخر وسط أجواء المنافسة ووسط أجواء التحدي الذي يظهر في أرضية هذا الميدان، حيث تابعنا الأسماء الكبيرة والعملاقة التي انطلقت أيضا بمنافسة قوية حتى الأمتار الأخيرة، وكانت هي في قمة الإبداع والانطلاق محققة هذا الفوز والانتصار. انطلق الشوط الثامن الخاص بالأبكار المهجنات لسن الإبداع. اليوم يوم الإبداع، هذا هو الإبداع في هذا الختامي الكبير، وإلا فلا. من يريد الإبداع فعليه في الحضور في يوم أيضا إبداعات أيضا ملاك الهجن، وسط أيضا الحضور الذي يترقب العين على ختامي الوثبة. نتابع المقدمة ونسير أيضا مع هذا الانطلاق. وفي المركز الأول يتواجد أو تتواجد الشامخة خليفة بن محمد بن ويع الخيالي على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني من خلال أيضا هذا الانطلاق والتحدي الرائع والجميل من الجانب الآخر، حيث تتواجد كذلك مشاهدين الأعزاء. هذه هي أيضا الشايبة، حمد بن سعيد بن محمد بن زاهر الخيالي يأتي على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، لدى وجود أيضا وانطلاقة مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات. انتباه أحمد بن سالم بن سعيد الخيالي من يقدم أيضا انتباه في هذا الانطلاق الرائع والجميل. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث خلال هذه اللحظات الرائعة والجميلة، حيث بدأ التحدي كذلك من الأسماء الأخرى التي بدأت بالتقدم في هذا التقدم الرائع والخطير والانطلاق المثير خلال هذه اللحظات. كذلك من الجانب الآخر، هذه هي تصل أيضا الظبي ناصر بن عبد الله بن سلطان المهيري يتقدم في هذا التقدم الرائع والخطير والانطلاق المثير بوجود هذه الأسماء المتقدمة. ننتقل إلى المركز الثالث أو الرابع، هنا تصل مشاهدين الأعزاء سحابة خميس بن عيسى بن سعيد المنصوري من يقدم كذلك في هذا الانطلاق هذا الاسم خلال هذه اللحظات المميزة. ما شاء الله تواصلت الأسماء، انطلقت أيضا على المركز السابع في هذه اللحظات. عفو راشد بن محمد بن مبارك الخيالي يصل شعار بن سبت في هذه المراكز المتقدمة. المركز الثامن تصل العنود محمد بن عتيق بن علي الكتبي، بينما المركز التاسع هنا تدخلت وانطلقت ايضا العنود محمد بن سالم بن حمدان المنصوري ياتي على المركز التاسع، وعاشرا تنطلق ايضا الذيبة سعيد بن راشد بن حمد النيادي متقدما ايضا في هذا التقدم الرائع والخطير والانطلاق المثير. هذه هي الاسماء الاولى، هذه هي الاسماء المنطلقة بمسار وتحدي هذا الشوط. ترى ترقب الأسماء التي تتواجد أيضا خلف العشر المراكز الأولى، ياما من أسماء قوية، ياما من شعارات مثيرة، ياما من أسماء ترقب أيضا بتحقيق الفوز والانتصار. خلاص يا أخواني المضمرين وملاك هذه الأصائل المنطلقة أمام حضراتكم، ما تبقى إلا منتصف المسافة، ما تبقى أيضا إلا هذه الأسماء القوية التي قادمة أيضا للمنافسة القوية في الأمتار الأخيرة، العودة إلى الصدارة. عفو على الصدارة، عفو على المركز الأول، ليس عفوا بل تنافسا قويا في أرضية هذا الميدان لنيل كلمة الناموس. هذه هي عفو. راشد بن محمد بن مبارك بن سبت الخيالي يأتي على المقدمة على المركز الأول منطلق مع الصدارة ومع المركز الأول. ننتقل أيضا إلى المركز الثاني، وصلت الأسماء القوية، وصلت كتارة جمعة بن محمد بن جبل المهيري يتقدم مع المتحدي في هذا الانطلاق بوجود كتارة. دير بالك يا علي بن سعيد الزرعي من يرافقها أيضا في هذا الانطلاق. كذلك المركز الثالث تدخلت الأسماء، تدخلت الأسماء، انتباه لانتباه، انتباه أحمد بن سالم بن سعيد الخيالي
الحسيني يتقدم أيضا مع المركز الثالث المركز الرابع. وصلت الشامخة خليفة بن محمد بن لويع الخيالي، تدخلت الأسماء سحابة ومرت كالسحابة الممطرة للخمس المراكز الأولى. خميس بن عيسى بن سعيد المنصوري يتقدم بهذا التقدم الرائع والجميل. وصلت الأسماء، تقدمت الشعارات من الجانب الآخر الضبي هزيم بن محمد بن هزيم المسافري من يقدم أيضا هذا الاسم بهذا الانطلاق وبهذا الإبداع. الله، شوط حماسي، شوط مثير، شوط انطلاق رائع وجميل للأسماء المتقدمة كوصول الشامخة خليفة بن محمد بن لويع الخيل. يلا، هذه هي أيضا معزة معزة مسعود بن حمد بن محمد الجفران المري يأتي بأنقام معزة بهذا الانطلاق بهذا الشوط المثير. خلاص خلاص خلاص، 1500 متر، 1500 متر. تنبيها لجميع المتواجدين خلف العشر المراكز الأولى، من يريد الناموس فعليه بالتحرك لأن الإذاعة تأتي بالإبداع في الأمتار الأخيرة، تكون طيور طائرة نحو الفوز والناموس. راقبوا حماس الجمهور في المسار الخارجي أمام عيونكم متابعين الكرام، حيث حضر أعداد كبيرة من أبناء دول مجلس التعاون لمشاهدة هذا الحدث الكبير في ميدان الوثبة. 1200 يا بن سبت، 1200 يا بن سبت. خلاص، الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة. بن منانة قادم، كذلك بن جبران من الجانب الآخر. الموقف خطير، الموقف صعب. وصلوا أبناء الظفرة، وصلوا أبناء الظفرة في المركز الرابع، يترقب الأربع المراكز الأولى بدون يتوامر حتى هذه اللحظات. كوجود أيضا هناك المقدمة والصدارة، هذه عفو راشد بن محمد بن مبارك من سبت الخيالي، تأتي بشعار الأسهم التي تأتي تصاعديا في الأمتار الأخيرة. المركز الثاني معزة، تحركت معزة. مسعود بن حمد بن محمد الكفران المري يتقدم في هذه اللحظات. المركز الثالث مهيضة مهيضة أو مغيضة، منصور بن قارب بن منصور آل سيف الخيارين. ولكن بدأ الحوار الثنائي، بدأ الحوار الثنائي ما بين الثنتين. جولة الأوامر الأخيرة يا بن سبت. الله 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 الله، معزة 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 على المركز الأول. ولكن أيضا عفو 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 وهي كفو، عفو وهي كفو. 300 متر الأخيرة، الله، هذه هي السبوك التي تأتي مع الانطلاق منذ البداية وحتى النهاية. هذه هي عفو، هذه هي عفو. راشد بن محمد بن سبت الخيالي يأتي على المقدمة، يأتي على الصدارة، يأتي على الإبداع. عفو عفو عفو، عفو على الصدارة، عفو على المركز الأول. تنطلق أيضا بمقدمة هذا الشوط، تهانينا راشد بن محمد بن مبارك الخيالي. المركز الثاني معزة مسعود بن حمد بن محمد الجفران المري، بينما المركز الثالث وصلت ايضا مغيضة منصور بن غارب بن منصور آل سيف الخيارين. وايضا المركز الخامس كان الوصول ايضا من العنود محمد بن سالم بن حمدان المنصوري. عفوا، في المركز الرابع لتكون خامسا ايضا زعفرانة ام عبد الله بن مبارك بن القاضي الحميدي. ما شاء الله، التحدي قوي والانطلاق مثير والابداع. اتى بعنوان ايضا عفو التي قدمت العروض الممتازة والانطلاق الرائع والمدير في انطلاقة هذا الشوط، حيث كانت في قمة التنافس وقمة الإبداع. شكرا يا بن سبت من قدم هذا الاسم، راشد بن محمد بن مبارك الخيالي التي سجلت توقيت زمني مقداره مشاهدين الأعزاء 9:06:08 من الثانية. تهانينا والناموس له على هذا الفوز والانتصار. معزة لسيد مسعود بن حمد بن محمد الكفران المري، أتت في المركز الثاني حيث قطعت مسافة السباق بتوقيت ثمني مقداره 9:07 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كانت مغيضة منصور بن قارب بن منصور آسف الخيارين، قطعت أيضا مسافة السباق في 9:08:02 وجزئين من الثانية.